سلام الله عليكم. قصة من أغرب ما قرأت، غريبة جدا جدا جدا. بطل هذه القصة بنت عمرها 8 سنوات. كانت إذا بغات شي تجي وتقول أمها لو على شي صغير. أمها حبت تعلقها بالله وأن تطلب كل شيء من الله، فقالت لها: يا بنتي إذا بغيتي شي اطلبيه من ربك واكتبي ورقة وحطي الورقة في صندوق. المهم البنت قامت تكتب وتحط في الصندوق وارتاحت لأم من كثرة الطلبات. بعدها مرض والد البنت مرض، قالوا الأطباء أنه أن المرض خطير جدا ولا يمكن له الشفاء إلا بعد رحمة الله. كانت البنت إذا جاءت بتروح لمدرسة تجي أبوها تسلم عليه، ولكن وكان أبوها إذا شافها يبكي لأنه بيودعها ويتركها. المهم الموقف هذا حز في نفس البنت وسألت أمها: أبوي ليش يبكي؟ فردت عليها والدموع تملأ العين وقالت: لأنه مريض وسوف يسافر بعيد عنك. وفي ذات يوم أخذت البنت وردة حمراء لتعطيها معلمة في المدرسة، وبينما هي تحملها إلى معلمتها في الدور الرابع، فإذا الوردة تسقط من يدها فحاولت التقاطها فهوت معها من الدور الرابع فماتت. فاتصلت المدرسة بأم الابنة فجاءت وكلها ألم وحزن، ولكن المعجزة بعد فترة ظهرت. شفي الأب، نعم شفي الأب من المرض الخطير. ومن باب الفضول أخذت الأم تقرأ ما كانت تكتب ابنتها الصغيرة وما تضع في ذاك الصندوق، فإذا ببراءة الأطفال. يا الله، لم تمتلك الأم نفسها فأجهشت بالبكاء. فإذا البنت قد كتبت: يا رب تأخذ الجيران أخاف منه، وفعلا تحققت دعواتها. فإذا البنت قد كتبت: جارتنا الدبة يا رب أنها ما عادت جينا، وفعلا تحققت والكثير من الدعوات. ولكن استغربت الأم من شيء واحد، هل تعرفون ما هو؟ البنت لم تدعو لأبيها. وفي ذات اليوم سمعت الأم صوت من غرفة البنت فذهبت تستكشف الأمر، فإذا اللوحة المعلقة على حائط أو على الحائط قد سقطت، فأخذتها لترجع لمكانها، فوجدت ورقة قد وضعت خلف الصورة، وإذا هي ورقة من أوراق البنت. ولكن هل تعلمون ما كتب فيها؟ مكتوب: يا رب أموت بس يعيش أبوي. كانت هذه القصة من أغرب ما قرأت، فأتمنى أن تنال إعجابكم، وتحياتي.